طلعت لقيتك هون، قلت اليوم خلينا نجيب أكلنا من المقصف. مالي نفس أكل. بلال شو صاير؟ ليش ما عم تطلع بوشي؟ لأنه ما عم بقدر طلع. طيب ليش؟ لأني محروج من اللي صار مبارح. شو اللي صار؟ قلي، أنا ماني متذكرة بنوب. يلا خد كلا سخنة. اليوم مو جاي على بالي كملة للدوام، ولسه في دروس كتير. ليش عائشة؟ هيك بدون مبرر. شي غريب عن جد؟ ايه شي عادي انه الطلاب المتفوقين يملوا من المدرسة بلال بيك. إذا هيك لكن خلينا نروح نتفتل شوي ومنريح راسنا. شو قلت؟ يعني نحن رح نغيب ما حنكمل؟ نحن الما شاطرين منقول عن هالشغلة هريبة من المدرسة. ايه بعرف شو بتقولوا. انت هلأ عم تلعب بعقلي مشان هالموضوع بدل ما انا شجعك على الدراسة؟ هلأ انت قلي لي بدك تحضري للدروس ولا لا؟ ما بدي احضره. لكن ليش متضايقة؟ ما بعرف شو بدي. صار لك ساعة بتقولي ما بدك تحضري بقية الحصص. طيب لوين رح تاخدني؟ سيران. شو رأيك؟ عم تحكي جد بالله؟ من وين خطر لك هالشي؟ مو بدك تتسلي؟ يلا. كيف بدنا نروح سيران بدون ما نجهز حالنا؟ بدنا مد مربعة.